بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم لا زال المستشرقون حتى الآن يعيروننا بالرق دينكم دين شائه ليه أن تبيحون الرق حرب بيننا وبين عدو كافر غلبناهم نسترقهم جميعا رجالا ونساء وأطفالا ماذا يفعل أعداؤنا اليوم؟ لا يسترقون الأفراد بل يسترقون الدول. ما الذي جرى في أفغانستان والذي جرى في العراق وما الذي سيجري للسودان وما الذي جرى في فلسطين؟ مش ده استرقاق؟ قتل من العراقيين أكثر من 1.5 مليون حتى الآن منهم 700,000 سني بآلة الحرب الغاشمة وهذا هو الذي جرى في أفغانستان ويجري الآن في الصومال لا تغزى دولة الآن إلا دولة مسلمة كل الدول المعتدى عليها دول المسلمين فقط أجاء ذلك صدفة؟ لا الرق عندنا في هذه الأمة رحمة بأعدائنا قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل واحد بتسلسله وتكتفه عشان تجرجره يدخله الجنة مين بقى اللي ممكن يتجرجر عشان يدخل الجنة ده وكل يدعي انه هو اهل الجنة مش قالوها لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم كل واحد بيقول الجنة بتاعت حتى عباد البقر
من هؤلاء المسلسلين اللي يدخلون الجنة في السلاسل؟ الأسرى، السبايا، إنما أسروا بسلاسل الحرب ودخلوا ديار الإسلام فأسلموا، ولولا أنهم استرقوا ما أسلموا. ومع ذلك فديننا رتب كفارات على عتق الرقاب، ولو ما فيش كفارات رغب في العتق. لو أن رجلا يعتق بمئة دينار وواحد عنده 50 دينار وثاني عنده 20 دينار وده عنده 10 دينار، 4 اعتقوا، لكل واحد من هؤلاء نصيب من جسد هذا المعتق ينجو به من النار، حتى انه لا يعتق الرجل بالرجل واليد باليد. اشتركنا في انا ساعتق رأسه، خلاص يعتق رأسك من النار، انا ساعتق يديه، انا ساعتق رجليه، انا ساعتق بطنه، اللي انت حتعتقه تعتق في مقابله من النار بقدر ما اعتقت. يبقى امتنا حريصة على ان يظل المسترق مسترقا؟ لا،